والآن مشاهدينا مع أهم أنباء المال والأعمال ورغدة أبو ليلى. أهلا بك رغدة. شكرا لكم إيمان منصور وسحر ناجي. إلى أخبار المال والأعمال محليا وأيضا عالميا. أهلا بكم. التقى رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي القائم بأعمال محافظ البنك المركزي حسن عبد الله بعد بضع ساعات من تكليفه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتولي المنصب. وخلال اللقاء تقدم مدبولي بالتهنئة للقائم بأعمال محافظ البنك المركزي على توليه المسؤولية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا استمرار التنسيق الكامل معه كقائم بالأعمال في عدد من الملفات الاقتصادية المهمة. وأوضح مدبولي أن الحكومة تسير وفق خطة محددة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز القطاع الخاص عبر مشروعات الشراكة وغيرها التي تسهم في زيادة مساهمته في الاقتصاد القومي، إضافة إلى تشجيع الصناعة الوطنية وزيادة معدلات الصادرات، فضلا عن إلى أهمية كبيرة للمشروعات اللوجستية لتسهيل حركة التجارة العالمية عبر قناة السويس بهدف زيادة معدلات الاحتياطي من النقد الأجنبي بشكل كبير. في إطار ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالغ ومتابعة مستمرة لمشروع الدلتا العملاق، تم توقيع عقدين بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة أخرى، وذلك لتنفيذ إنشاء محطتي محولات روافع ترعة الحمامة. تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروعين حوالي 720 مليون جنيه، ويتم التمويل من المشروعات الاستراتيجية المدرجة بخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وبمدة تنفيذ تصل إلى حوالي 12 شهرا لكل محطة على حدة. بحث رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين مع المدير التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية السخنة سبل التعاون خلال الفترة المقبلة ومناقشة ملفات العمل المشترك بين الجانبين بالتزامن مع أعمال التطوير الجارية بميناء السخنة لتتواكب الأعمال بما يتناسب المتغيرات العالمية. وقد تطرق الاجتماع لمناقشة الإجراءات الجمركية التي تتم كذلك أعمال التداول والحركة الملاحية بالأرصفة، فضلا عن بحث سبل جذب عدد أكبر من الخطوط الملاحية للميناء. ووقعت شركة التنمية الرئيسية أحد شركات المنطقة الاقتصادية وشركة موانئ دبي العالمية السخنة عقد إنشاء منطقة خدمات لوجستية جديدة بهدف إنشاء منطقة خدمات لوجستية جديدة لصالح موانئ دبي باستثمارات متوقعة تبلغ 80 مليون دولار. كشفت وزارة البترول عن أن أعداد السيارات التي تم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي شهدت زيادة نسبتها 45% حتى نهاية يوليو الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لوزير البترول طارق الملا لمتابعة تنفيذ المشروع القومي للتوسع باستخدام الغاز لتموين السيارات كوقود وخطة الانتشار السريع لمحطات التموين بالغاز. وأكد وزير البترول أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذ خطة الدولة للتوسع في استخدام الغاز بالسيارات والإسراع بخطة الانتشار السريع للمحطات. أكدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن توفير مناخ الاستثمار الصناعي وتقديم الخدمة على أكمل وجه للمستثمر هي محور عمل الهيئة،
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية على رأس وفد فني من قيادة الهيئة مع أعضاء الغرف الصناعية بمقر اتحاد الصناعات لبحث فرص الاستثمار الصناعي والتواصل مع المستثمرين وتذليل التحديات التي تواجههم وعرض أبرز التيسيرات التي تم إقرارها وخطط التنمية الصناعية خلال الفترة القادمة. في سوق المال تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي بينما تراجع مؤشر EGX 70 وEGX 100 وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 681.731 من ألف مليار جنيه. على صعيد المؤشرات، فقد فتح مؤشر EGX 30 عند مستوى 10058 نقطة مرتفعا بنسبة 36% ليغلق عند مستوى 10094 نقطة، وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 عند مستوى 2161 نقطة منخفضا بنسبة 12% ليغلق عند مستوى 2159 نقطة. كما فتح مؤشر EGX 100 عند مستوى 3095 نقطة متراجعا بنسبة 4% ليغلق عند مستوى 3093 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 19.9% للشراء و 19.20% للبيع. بالنسبة لليورو وصل إلى 19.44% للشراء و 19.54% للبيع. الجنيه الاسترليني 22.4% 23.17%. الدرهم الإماراتي 25% 5.22%. أخيرا الريال السعودي 5.8% 5.11%. تراجعت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات متقلبة بعد أن ألمح عضو بمجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إلى زيادة كبيرة أخرى في أسعار الفائدة الشهر المقبل، حتى مع اشتداد مخاطر الركود، وانخفض المؤشر ستوكس الأوروبي بنسبة 0.1% ليحوم قرب أدنى مستوياته منذ أسبوع. وقادت شركات التعدين والبنوك الخسائر، في حين ارتفعت أسهم الطاقة 0.4% مع استقرار أسعار النفط الخام. نهاية الأخبار الاقتصادية.